طب يعني اللي سبق وصفت الصوره الاولى للواتساب كيكون مناسب ديالو. غنبدا لكم انا لا بهاد السريت هادي ديال ثلاثه غزاله. شوفوا كي دايره السريت لافنه ديال ثلاثه وصحيحه، يعني ناكدكم على صحيحه زعما استعمال يومي. الوزن ديالها البنات فيها 19.07، كتوزن 19.07 من هنايا. كيف دايره من الداخل ديزاين ديالها غزال، النقش ديالها فني. يا سلام شوفوا على الخدمه فيها، كتحل وتسد خلاص من هنايا. يعني ها نتوما السداده ديالها قاصحه، انت انا ما بغاش تحل قاصحه، يعني السداده ديالها مازال مزيره مولاتها ما لبساتهاش بزاف، يعني كتحل من هنايا وكتسد. القياس ديالها هو 6 سنتيم. القطر هنايا البنات باش تشدوا العبار هو من هنا لهنا 6 سنتيم في العبار ديالها. الجراماج ديالها قلت لكم 19.07، يعني الثمن الجرام ديالها هو 400. شنو غنحسب لكم؟ غنحسب لكم 450 درهم. كذلك كيف السرتله اللي قبل تباعت في اللايف، الناس اللي ما كانوش من النصيب ديالهم ديك السرتله الاولى، هي السرتله الثانيه ب 450 درهم، نفس الثمن ديال اللي كانت في اللايف وتباعت، ها هي حتى هي ب 450 درهم ونقيه وجديده وصحيحه. وبثمن 450 درهم، الثمن الحقيقي ديالها هو 500 درهم، يعني باستطاعتي نغسلها ونعاود لها البيع بداك الثمن، ولكن لا، مجوهرة غزة جاب لكم الميزات ها انتوما بثمن الدرويش. يعني نزيد لكم نقول لكم الثمن ديال الناس اللي ما كتعرفش تحسب ولا 19.07 مضروبة في 450 درهم، هذه البنت كتقام ب 8580 درهم، 8580 درهم اللي كانت بالنصيب ديالو صحته وراحته، اللي ما كانش نعاود ندبروا له شي حاجة ما أحسن. هاي عندي عاوتاني عندي هاد السنيسلة، هادي سنيسلة ما شاء الله ديال المناسبات طويلة فيها 70 سنتيم. ها هي كيف كتشوفوا فيها 70 سنتيم هاد السنسلة البنات في الطول ديالها. الجراماج ديالها هو 10.52، هادي الثمن الجراماج ديالها حيت الحقيقي ديالها كيدير 550، ولكن مجوهرة غزة عند زكريا وهي مازال نقية. كيف كتشوفوا السدادة فيها ما شاء الله ديال الكورميت، طول 70 سنتيم، تلبس يعني بلا ما تحيدي تحلي لا القفل، دخليها غير هكاك دخل. 10.52 الثمن عاوتاني كذلك هو 470 درهم، 9400 ريال، 9400 هي اللي هي 470 درهم، كتقام ب 4950 درهم، 4950 درهم. السنيسلة ديال الحضور ما شاء الله طول العرض شوفها يا سلام، والصح والعمل. أهم حاجة كنأكدوا الحاجة صحيحة. عندي هاد السمية هادي لالا حكيمة تقدم عندنا، ها هي سمية اللي كتقام ب 1800 1900 درهم، ها هي واجدة ب 1500 درهم، 30000 ريال مع سلسلة الكورميت صحيحة والتوصيل مجاني لجميع المدن المغربية. يعني إلا عجبتك السمية لالا حكيمة ما عليك غير سكرينيوت صيفطها لي في الواتساب وكندير لك التوصيل حتى للدار. كاع هاد الارتيكلات اللي شفتو عند مجوهرة غزة دابا اللي وريتكم كلهم التوصيل فيهم مجاني وحتى للدار، يعني اللي إلا عجبتك ما عليك غير سكرينيوت صيفطها لي في الواتساب وكنزيدو كل ارتيكل كتاخد عليه كادو. عندي هاد لاباك مغياش، عندي هاد لاباك مغياش فيه 6 سنتيم 6 غرام عفوا، فيه 6 ديال الغرام. الناس اللي كتبغي الضخامه والفورما كتبغي شي حاجه كبيره وهمه وياها هو ب 6 الغرام، والثمن اللي هو جد مناسب اللي هو حسب لكم الغرام هو 420 درهم. مازال مصور غزة عند زكريا دابا كتجيبو لكم ب 420 درهم. شوف وباك مغياش غزال كبير كيجي عامر في اليد، انتما شوف كيشد اليد كامله، ديروا شي صبع ليكم كيشد السبعه كامل، كيجي بهذا الديزاين هكا فيه 6 غرام، 6 غرام مضروبه في 420 درهم، كتقام عليك ب 2520 درهم. هذا لاباك مغياش 2520 درهم، يعني حتى ديك 20 درهم تحيدوها تبقى لكم غير ب 2500 درهم. يلا زينه وخزينه، زينه وخزينه، خاتم مارياج زينه وخزينه، وكاع هادشي اللي كندوز لكم زينه وخزينه، يعني البس وفاش بغيت تبيع ما تطيحلكش الثمن. 6 غرام، 8 غرام 420 درهم، كتقام ب 2600 2520 درهم، كنحيدو حتى ديك 20 درهم، كنحسبوك غير 2500 درهم 50000 ريال. عندي هادي بوندونتيف ديال الاناناس حتى هي كذلك في المستعمل، نهضر لكم فيها 3 غرام فاصله جوج، هادي فيها 3 غرام فاصله جوج، كتقام ب 1530 درهم،
1530 درهم هذا البوندونتي في الثمن الغرام ديالها هو 480 درهم، حيت راه كدير 550 درهم للفوق الا بغيتي تشريها بالغرام. 1530 درهم توصيل مجاني لهذا الارتيكل ديال علاقه الاناناسه. وعندي اخر باك ديال المارياج حتى هو في المستعمل، اللي كيبغي شي حاجه رقيقه وجلوبنه، يعني شي حاجه سامبل وانيقه في اللبسه كيف كنقولوا، وتحيها فيها 3.37 و 38 3 غرام فاصله 37 او 38 بحال بحال، يعني باك غزال 3 غرام فاصله 37، يعني 3 غرام فاصله 37. هذا الثمن غرام ديالو البنات هو 430 درهم، مضروبه في 430 درهم كيتقام ب 1450 درهم. خاتم مارياج صح والعمل، والحاجه الزوينه فيه شوفوا كيغليظ من التحت، وفيه جوج من الفوق وواحد من التحت، يعني مازال يتغسل، مازال نعطيه ولا بريونس يولي بحال ما عمرو تلبس. خاتم غزال هذا جايب البلاتين هذا التحتاني والاخر بالصفر، يعني خدمه غزاله. البنات معنا دابا غير نودعكم في نهايه اللايف ديالنا، كيف ديما كان معكم زكريا من مجوهرات غزه عند زكريا، اللي كنتواجدوا في رقم واحد زنقص.